الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. غنشوفوا في هذا الفيديو نشوفوا واحد البرطمان اللي كتواجد في طريق عين الشقف في موقع استراتيجي في واحد ليموبل إيغ بلوس 4 اللي فيها لاسونسور بلاسونسور ديالها. هذه هي البرطمان، البرطمان فيها 104 المتر، ثلاثة ديال لي شومبر والكوزينة والصالون والسيجور مفتوحين على بعضياتهم، وجوج ديال الحمامات. بسم الله على بركة الله. هذه إن شاء الله هذا البيت الأول، البيت راه بالبلاكار ديالو، البيت بالبلاكار كما شفتو، البيت راه كبير بالشرجم على الشارع. هذا البيت الاول، وهذا البيت الثاني اللي هو بيت النعاس. هذا بيت النعاس راه فيه هذه الدخله، هذه اللي كتشوفوا، هذه راه كدخلنا للحمام والبلاكار. البلاكار والحمام معزولين بوحدهم وتابعين لبيت النعاس. هذا البلاكار كبير والحمام هو هذا، الحمام بالجاكوزي ديالو والطواليت رومية ولافابو. هذا بيت النعاس. البيت كبير، ومن هذا البيت هذا عنده كيمكن لك تخرج، هذا عنده هذا تطلع على الشارع. وهذا الزجاج هذا اللي باش يصاوب الباب راه عازل للصوت، كيخليش الصوت يدوز، يعني كتكون في البيت ما تسمعش، الا كنت تسد ما تسمعش الصداع اللي كيكون برا ديال الطريق. هذا كما قلنا البيت الثاني، وهذا هذا الحمام، هذا الحمام الثاني ديال البرطمان هو هذا، هذا بالفاسك ديالو وبالطواليت رومية. وهذا بيت، هذا البيت الثالث. البيوت الاخوان، البيوت راهم كبار وكلهم بالشراجم ديالهم، كلهم مهويين ومشمشين، وفي صالة كبيرة. المتراج ديال البرطمان راه هو 104 المتر. هذه الكوزينة، كوزينة الاخوان هي هذه كما كتشوفوا، راه فيها لي بلاكار فوق البوتاجير ولتحت. البرطمان الاخوان راه على الشارع الرئيسي ديال طريق عين الشقف، الثمن 7000 درهم للمتر. ويلا لاحظتوا كما كتشوفوا راه البرطمان مازال فيها الاشغال. هذا الصالون، الصالون والسيجور راهم مفتوحين على بعضياتهم، وعندهم هذا البالكون هذا كيطلع على الشارع. هانتوما تشوفوا الشارع، الشارع ديال طريق عين الشقف، هذه الرومبوان قريب من ميغادور ومن بلونكو. هذه البرطمان الاخوان ديال هذا الفيديو، اللي بغى يتواصل معنا مرحبا به على الواتساب او الهاتف على الرقم اللي غيبان على الفيديو. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.